Issaoui, technicien régleur en industrie plastique. عملت formation في 2010 في centre de plasturgie نتاع سوسة. جاتني الفكرة نمشي نخدم في البريفي. عملت expérience نتاع عامين. جاتني الفكرة اني زادة نمشي نحل وحدي. وقت بديت بروجي نتاعي مشيت للسنتر دافير فما عرفوني بالهاش بي لايف اللي تابع مشروعي تعلموني يزيد اللي هي معناها تنجم تقول قويتني المره الاولى فهمتني وعلمتني برشا حاجات من الاول بوان دو في كوميرسياليزاسيون بوان دو في ماركتينغ كيفاش تتصرف في البروجي نتاعك كل شيء معناها عطتك الكود بوس اللي انت ناقصها من الاول بعد ما كملت مع سونتر دافير قدمت الدوسي نتاعي للبنكه بعد 7 أشهر جتني الماكينات وبديت في البرودكسيون في سبتمبر 2016 البرودوي برينسيبال نتاع إيساوي بلاست اللي هو بواط اترو موديول والمونتور نتاعها باش نبداو ان شاء الله في الكوميرسياليزاسيون نتاعو في مارس 2017 وباش نغطوا شارج نتاعنا البيريود هذه خدمنا ارتيكل اخر اللي هو مغارف اون بلاستيك نفرقوا فيه مع القهاوي في سيدي بوزيد وفي الولايات المجاوره لوبجيكتيف نتاعنا ان نكملوا الارتيكل برينسيبال وباذن الله نزيدوا دي زيليمون اخرين وقتها نعملوا ريكروتمون تاع 3 بيرسون دومبالاج 3 تكنيسيان اخرين اكيد نوصلوا ل 10 امبلوي في الشركه بعدها